متابعي قناة رؤيا، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من فيزيون ستار. اليوم رح نعرض لكم عدد خاص حول إطلالات الفنانين بمناسبة رأس السنة الأمازيغية. جينجل صغير ونرجع. ليليان بركون المعروفة باسم روزا ظهرت بالزي القبائلي متزينة بالمجوهرات. خلونا نروح نشوفوا هذا الفيديو ونعود ونرجع. إيناس عبد اللي ظهرت بجبة قبائلية عصرية ووضعت أيضا حلقات وخيط الروح. خلونا نروح نشوفوا هذا الفيديو ونعود ونرجع. بشرى بن عياش ظهرت مع الأم تاعها أيضا بالزي القبائلي وكتبت تحت الصورة أسقاس أمقاس أتوت لزمازيغ جمون. سارة رجيل ظهرت في فيديو مع أهلها وكتبت أجواء احتفال يناير في منزلي مع أهلي وصحاباتي. رانيا تهامي ولا كما يلقبها البعض بسفيرة النوايا الحسنة طلت على المتابعين تاعها مع طفلة صغيرة معلقة أسقس أمقاس راهي تقولكم تايين إلا. بعد ما شفنا إطلالات الفنانين بمناسبة رأس السنة الأمازيغية لحقنا إلى نهاية هذا العدد من فيزيون ستار. مبقى لي غير نقولكم نتلاقاو في عدد آخر مع أخبار أخرى. إلى اللقاء.